بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحن شاء الله كهر الله مقانا ساي وحي كسوب حي أدي الله إلى شركا لو قبطي التركية أيان دوين وحياك إلى هو وحوية وطانو عدهان ملك هربا ونسلوك سنين سلو صعود الشركاني رون كي أفراد كي استحاد با كي قولي يكن يكن با وين سلوك سنين وطانو لنا نقول وحياك صوب حنا وضلنا وكيل أنو شوك مليهم وحو قارا وقارا ساي دولة سيرية وهي ما أنت وحي هذا كصوب حنا وحوي وحلا لق كرمة وحا تودي بورت مقطع وحا كلن عن هباي سنين دولة الصومالي ميشرين دولة دينو وفتي اسكدرتي سيمينار بينا وكوغليان اجساوا سيبالك هيئة بغبنيسي شريط طبقا الشركة بلامي إلهين ما قيلا إلا الدولة المشري أيوه ما كيف لي أنت فريان أديس إن الدولة لصالص ما قيلا نوح وجه كوي ما دابا قرين واين يجيب البريان إلهين ما نقوم خلق عدنا وصدر نين وسيرو ولي أنا مقعابين إيو أحلو صدر إلو أحلبان وحلا يوحد تتكينا ستين مثل قدوميها تيم كانوا عصبة حبنا عصبة كلا كتيرة وحنوما نينا دوكمت كهوري وحلوه شيء بقى أنا ماشى أنا رفر كريني نكي قديش قديش يهرا وها ما راح نايا بس يكل علمات دي بده لما سعون أنا وكاخر جي أساسي لما سعون وحوي هيبل الصاقع هيبل الصاقع على رت ماشي لقط لكن تيم كان تيم كانوا لا لا كورونا بهاي لا بلاونا تيم انت هورنا شري شري بهاي تيم سعودي ارجلوري اي هاي سكم وقت واحد ذا كان صوب هلكن وامده بحوي واحد انت بكلامها حسوق باين قال لي نو سمي واحد مهمه كصوب عيرته وايدين تاس ايدين تروحوي إنك وحيالها أنه حق لأنه ينفر ذلك إنه يقول إسكو تاقنو لأنه قرابي وحكا كوة حسوخ وجينوصاي يعني بقية سلوينة هلك وحكو ترى نباطة دي إيو حانوكي أي دولة دي إذا مدى الصومالي كيسين دولة دي إمليتريكي وها صومالي ونمع صومالي لما كترتي وحالك انجريتا وحالا لا يسكلم بدقية وصيقوفك اللي مانك إيه مگر سه بور بور که بدن ایره سومالی اکیلا داده نواده لای تیم هات لی نگه دیگه خال و حالا سیمیه افوی مدحونی سیانای دولت مدحونی این سیات این دولت سیم که دعای قبل کی اسکو دلیم که بسته گاشی کی بلابات این دولت قبل کی لو آنی دولت یک عن سیان یکوی او آنی این ایره لو دل لو علادی چری دیگر که کد حلای أيوة إسكت بحير إس قال كأي إسكت دلين إسكت دلين حمر إسكت دلين إكس ما إسكت دلين يعني يعني الدولة دودشين الديار دودشين القحط تيجي سومالي لينو أف إن إثيوبيا لينو غوبي السود أفريقيا كلا كياني إمانت له وضرة حوالا وضرة عليه لقى بنابع إرجاب إلا جبيل أي إشران ودوك أوه هو هدا عنت له وهايو ولدوني هدين دي دول عدك نهاي in qof kasto ha god ka laga soo saaray la helo dnt saarsay iyo waha bigciisu haday la soo daa sir kosofo kale yeen serbia bosnia kale wixii nagu dhacay waxii kosofo iyo bosnia ku dhacay iyo waxa la isgala midigaya barkadihii laga burburiyay reer galoway tuulooyinka galoway markii ciidamadu istiliyeen ssdf tii ciidamada soomaaliya ragii ciidamadeeni ka tirsanaa dowladda soomaaliya إدك وين كمدي هاي حسن هبونا كمدي هاي إلا دعامي SSDF تا إلا بعيدا هاي يدد كيني تلا روسية حلاش كل حلاه أي اللي أنا جبت تبلني قال لي وحين لقى لي لا دويني دوتشي هاك بحكي صعب ولا المكان أتروسيتي يجينا سوا كلا ساي ما حنا يابسنا ويصير كين أنا ما دي بدو أنت أنا وش روح نسيحين وحولها جينا سوا بالنا نقول سمي حسوب هندا نروح نسيح أتروسيتي
atoros dibcid waxa weeye in dad si cadaawadnimo ah oo axmaqnimo ah dad aan hubaysteen loo dilo chinosena waxa weeye in si loo kaca oo qorsheysan dad loo dilo iyo loo aaneynayo haybtooda diintooda jidkooda midabkiisa wey genocide si yuhuuddu kale ku dhacdo si muslimiinta ku dhacda kosovo marka inuu atrocity lanoo saxo wixiina laga dhigo wax soomaa dhan ku dhacay horta waxa weeye qodobkaas qodob anagu aqbalina maaha dafiraadii ay hayeen ayay weli tahay waxay dafirayaan inay dowlad aheyn waxa leeyahay gobollada waqooyi magay calan qaateen maya soomaaliland ba calan qaatay gobollada waqooyi nimo jiray soomaaliland ba qaatay baarlamaan aheyn waxay inaa xasuuq nagu ayaa dafirayaan inaynu maanta inaynu nahay dowlad de facto oo ictiraaf lahayn laakiin dhisan oo district ay dafirayaan marka waxaan u arkaa in haddaan maanta wadahada dib loo galo oo intii dowladda maxamed siinaay ay jirtaa loo galo waxaa la yidhi bidaare sibiq bay ku gashaa dowlad goboleed baa sibiqii noo geli doonta waxaan ahaa turkiga maxaa dusha ka saaray turki adigu waxba na siiya maxaa looga soocaday lix wadan baanu berigii ku heshiinay london inay wadaan lix wadan maxaa lixdagii wadan ee waxaan bilaabay ee weligeed arrinta gacanta ku hayay shalay turki u yimi 3,600,000,000 buu gelinaya xamar 1,200 arday buu u qaaday scholarshipa tkadi buu dhisiya wadooyinkii buu dhisiya bal adugu waxa ugu habroonaysa turkiga oo ugu habroon su ina siiyo oo shirkeynii adduunku saa u eegiye suwisland ku jirtay newry ku jirtay iyo inta ku jirtay turkiga loola tegiya leeya turkiga hala deganaad halkaanta xeelad ku jirto halka waxaa ku taala in wixii lagu heshiiyey bishii abril todobadeedii wixii bishii abril todobadeed lagu heshiiyey in la wada yeesho air controlka guddi la sameeyo waxaa ka dambeeyay go-aan United Nationsga oo ku wareejisay xilkii dowladda Soomaaliya oo la kala seexday oo ku wareejiyey oo la yidhi idinka awood u leh deegaanada kale waxaa siin karisaan go-aan UN ee jira oo baabiye kan marka waxaa halka ka muuqata inaan inagu daba ordino dad aan dowlad ahayn iyagoo nidaam yeeshan dadkii aan matelin dowlad goboleed ah marka anu inaka ragga meesha ka soo jeeda waxay ka soo jeedaan banaadirib ka soo jeedaan banaadir maxaa inagu waxaan xad wada leenahay puntland nin aan xad wada lahayn aan u hadli karayn jubbaland u hadli karayn digi iyo marifle u hadli karayn magaalada saacadda dowlad garoway muxuu kuu daalinaya markay dowlad noqdaan waa inay kala baxdaa inala sinnaan imtaa ka horeysa waxa weeye inaynu labadii qodob aynu kusoo heshiinay ahaa inaynu laba government noqono two government somaliland government and federal government somalia somaliland waa labada dowladood in qol kasta wixii saan u hesho iyaguna ay isnidaamiyaan oo nabad samaystaan oo doorashoy samaystaan oo dagaalkay ka joogsado oo shisheya haysta maanta waxaan u aragtaa anagu faysaan waxaan arkaa inay territoryship galeen oo Nicholas K uu meesha xukumo booliiskii baa jooga sawaaxiliga oo jenerala booliis oo booliiska waa international community difaaci waxaayahay laqaali waxaayahay international community waa waddan la haysto inaan la muratin in la haysto oo waanay dhaha jamhuuriyad ilaanaya cabdikariim waati cabdikariim waxa taa wasiirka adimaankii ba jamhuuriyadda ilaanaysa ee soomaaliya dhisan midnimada ilaansa wakii soomaaliyan midnayseene ma boosaasu xukuma ma kismaayo xukuma ma baydhabu xukuma waxa weeye dad aan waxba ku ogoleen oo ku cisiinayn oo wixii ku dhacay aan qirsaneen oo atrocity leh wixii soomaali ku dhacay dowladda gaarsaba in la hor fadhiisama waxaan leen markaa sida halkeen ku jira waxa weeye in maanta la simo soomaaliland wixii ku dhacay xasuuqii nagu dhacay iyo in la simo barkadihii laga burburiyey dadka qaarkood iyo qabaalkii isku jiray muqdisho reerimankii dowladda ka baxday oo aynu saxeixno waxaan arkaa inay tahay foolxumo nagu dhacday iyo gool inaga dhaliy annaguna waxaa kulama heshiinin annaga atrocity naguma dhicin genocide baa nagu dhacay adduunkuna wuu ogyahay markaanu halkaasaan taagnay.